يعني انت يا انسي حاضر اللي بيني وبين علي وخوفه عليها وان انا عملت اللي عشان اجيبها جنبي تقوم تشيلها بودره يا بني ادم افهم مين اللي هيتجنن في دماغه ووقف ست زي القمر كده وهلعها دوما من الباب للطرق وبعدين كلها 3 4 ساعات وتوصل في السلامه وتقفش الثلاث بواكي يعني انا هسافر لوحدي مش هركب معاك ولا عربيه صح لا 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 لا, لا. انا هلبس انا البتاع ده وقابلك في اي حته ادهولك تقابلني فين يا عم اتحط في مكانك انت لو خطيت خطوه واحده هتتقفش وتروح في داهيه اللي اقول لي بالصلاه على النبي هي البتاعه دي فيها قد ايه بصي لي يا ست الموديل ده فيه 40 جيب كل جيب فيه كيس ب 75 جرام يعني انت هيبقى حضنك 3 كيلو حلاوه 3 كيلو بودره وعايز تديني 3000 جنيه ليه هو كيلو البودره بكام ما تزغرتي بالمره وتجيب لنا البوليس انا خايف عليك من المشوار ده يا عم انت بتتكلم في ايه بقول لك 3000 جنيه قليلين قليلين الصراحه طب ما اكلم صاحبك بقول لك جنيه زياده ده مبدا عندي بعدين قوم البسيه وادعي انه يجي على قدك يلا يا قمر المكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السودة دي انا عندي اللي صالحنا عليهم بس عقبال ما استدعينه نتفق فيها كام يوم كده غضبانين ايه ووقعت على حد انا مش مصدق الكلام ده صراحه ما احنا البني ادمين كده جهله ما بنصدقش اللي بنشوفه بعنينا طب يا ستي عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول ايه المطلوب عايزه بخور بس غالي شويه ب 5000 جنيه اقول لك عليه وتجيبه انت ماشي تديني فلوس واجيبه انا ماشي اللي انت عاوزه طب انا عندي حل كويس ادي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ اكملهم لك الخمسه تبقى تجيب انت البخور دي حاجات غاليه وتمنها بيدفع مقدم انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا خلاص يا حاج صلاح اديني دقيقه اروح اجيب لك 5000 جنيه انا هاجي معاك يا محروس استنى انت بص على مراتك هي ام صباح خير ان شاء الله مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية الصلاة على النبي متفصل عليك بالمل بس تقيل وزي الدهية ومحدش يقدر يستحمله قولي بقى والنبي يا اخويا احكي لي المشوار واحدة واحدة كده هو احنا هنحكي في المحكي مكتبه لك في ورقة احسن جرى ايه؟ فتون لو مش هتقدري قوليلي ليه شايفني غرقانة في عرقي ولا ركبي عمالة بتخبط في بعض؟ اديني نمرة الراجل بتاع رمسيس عشان مش معايا هو اللي هيكلمك طب ولو ما توصل مدينة السلام ايه اللي هيحصل؟ التاكسي هيوصلك لحد الشقة هتطلعي دقيقتين تقلعي الجيلي وتنزلي التاكسي هو هو هيجيبك للشقة عندي شقتي دي اللي هتطلع تقلع فيها اللي هتستلم منك اسمها سيدة فتون انا عايزك هادية وراسية الحكومة عادي ممكن تطلع القطر ولا يهمك انت برنسيسه ومحجوز لك درجه اولى فتون خلي بالك من نفسك يا اخويا هو انا رايح احارب قطيعه بلا نيله سلام عليكم سلام يا وحش جرايا يا انسي جدع راجل يعني تشيل حديد ابص ايديك يا كوثر ما توضحنيش خمار بسم الله ما شاء الله ايه الجبروت ده يا بت تتجوزي واحد وانت على ذمه التاني اسكتي يا كوثر اسكتي انت هربتي لما راشد قتل الونش اسكتي بقولك اسكتي هسكت بس قولي لي الناس دي دفيعه ومعاها فلوس ما انت هتاخدي 5000 جنيه عايزه ايه تاني ال 5000 دول علاج سلفتك اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحة اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسلية انا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم انا مالي انت مستني عليا اسبوعين بس هضحك علي بأي كلمة عشان اجيب لك المبلغ اسبوع ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبة قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسلية مم.
لأول مرة أعرف إن في بخور ب 5000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها للسلامة.